إذا الرقي اللي هو الأدب ديال الزجل، وعندما نقول الزجل فإننا في الحقيقة نقول الانخراط في عمق المجتمع، في عمق الهموم اليومية للإنسان. فهو اختيار جميل جدا، خاصة أنه مرفوق بشعار لكسوس، زمن لكسوس. وحينما ستغرد لكسوس زجلا لا بد أنها ستترك بصمة في هذه الجغرافيا التي نعتز بانتمائنا إليها، جغرافية العرائش وإقليم العرائش بقراه بضواحيه ببلاد الهبط وبمنعرجاته. وما غاديش نخلي الفرصة تفوت باش نعبر على واحد السعادة كبيرة بزاف، وهو كون الإخوان والأخوات في المنتدى، وخاصة السيدة الرئيسة سعاد الزكي، لأنه في الحقيقة أنا لما جيت والله العظيم إلى انبهرت وقلت تحية وسلام ليها، لأنه قدرت تحقق هذا الشيء. راه من الصعب، راه اليوم صدقوني إذا قلت لكم أصعب حاجة هو أنك تمارس العمل التطوعي يعني بنجاح وعلم حسب طريقك. فدكتور يعني أنحني لأنك أستاذي، وأتوجه إليك بتحية صدق، وأود أن أنقل للحضور الكريم وللمرأة المغربية المحترمة والصامدة أن الدكتور حسن طريباق، باش تعرفوا راه هو إذا كان أديب وشاعر، لكن بغيت الجيل اليوم يعرفوا أنه مناضل شرس، وأنه أعطى الكثير ماشي للعريش المغرب، خبر السجون وكافح من أجل الديمقراطية في البلد. وإن كان المجال ديال هذا الكلام ماشي هنا، ولكن أنا أعرف معاناته ومقاصته، وكان مهددا بالحكم بالإعدام في فترة ما في أيام سنوات الجمر في بلدنا. فصراحة الدكتور حسن طريباق ما عنديش شي حاجة نقولها بحقك إلا ندعي لك بالصحة وطول عمرك.